يسعد أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر أثير راديو مسايا وتحديدا عبر برنامج فرحة عمر. ضيفي لليوم متعدد المواهب وهو نزار أبو دياب مدير فرقة البيارق ليعرفنا أكثر على الأغنية يلي لاقت إعجاب المجتمع العربي وهي وطني المجروح، بالإضافة إلى ليخبرنا على الزفة المعتمدة عندهم شو بتتضمن. أهلا وسهلا فيك نزار عبر برنامج فرحة عمر. شكرا لكم لاستضافتكم. بداية خبرني عن فكرة الأغنية وطني المجروح وش الفكرة يلي حابب توصلها كانت عبر هيدي الغنية. أول شيء العمل هو كان كفكرة انطلقت من اللي صار ببيروت بالانفجار بنهار المشؤوم. نحن كنا رايحين بشغلنا، يعني ما سمعنا الانفجار. نحن على الطريق بالرجعة هيك طلعت معي الغنية بدايتها كفكرة أنا بشعر. نعم. يا وطني المجروح صار الحزن كبير، سرقوا منا الروح بأصعب تفجير. كفيت الفكرة، كفيت الغنية ككلام. ومن بعد منا صرنا نفكر أكثر، اجتمعت مع الفرقة قلت لهم أننا نعمل هيدا العمل، ما نعمل فيديو كليب مع غنية كاملة مكملة عن الوطن، فبدت بهاي الطريقة. طيب أنا هلا كنت عم بحضر الكليب، كتير عجبني، حبيت الفكرة المميزة، يعني متنوعة الأفكار. مين صاحب الفكرة؟ هلا كفكرة طلعت معي أنا، بس العمل هو عمل مشترك مع كامل أعضاء الفرقة أكيد، ولو ما هون أكيد ما فينا نعمل هيك عمل، لأنه هو بده مجهود على الأرض وبده مجهود تقني وإلى إكسترا يعني. فالعمل بلش بتسجيل الغنية أول شيء مع صبية كتير رائعة وطلعة حلوة اسمها أروى بوقيس، سجلنا عند استديو مروان عابد ورجعنا صورنا الفيديو كليب بيومين تانين. كان التسجيل أخذ يوم واحد تسجيل. نعم. طب شو الصعوبات اللي واجهتك أثناء الكليب؟ هلا كصعوبات فعلية على الأرض ما واجهتنا فعليا، لأنه نحن رحنا من مكان الانفجار ما صورنا بمكان الانفجار، صورنا بمحلات تانية اخترناها تكون هي عبارة عن تنسيق الأشياء، يعني المشاهد اللي منا إياها بالكلام. نعم. نفذناها على الأرض، وكان التصوير وجه تحية أكيد له لرامي محمد، هو كان يعني عم بيرفقنا بكل أيام التصوير، هو ومع مونتاج كمان أكيد له. واسمحي لي كمان أشكر أستاذ مروان عابد على التسجيل وكل أعضاء الفرقة يلي اشتغلوا وتعبوا كرمال ينجح هذا العمل. عمل كتير رائع ومميز وألف مبروك. نزار، لاحظت قديش أنت مهتم بالشعر، خبرني هل الشعر عندك أنه مكتسب وكيف بتنميه وبتطوره مع الوقت؟ هلا بالنسبة لي أنا حدا بحب الشعر، لا أدعي إنه أنا شاعر، بس هي شوي بالوراثة، مرحوم جدي كان شاعر. نعم. فنحن منحب الشعر، وهيدا الشيء أكيد مع الوقت لما نكون بالأعراس بقول شعر للعرسان، أكيد عروس تطلب غنية أحيانا نعمل لها غنية خصوصي لها، فالشعر شيء كثير كبير وشيء كثير حلو. طيب هلا بدي أنتقل شوي على زفة البيارق. لاحظت قديش هي متنوعة ودايما فيها أفكار جديدة ومتألقة، شو هو الشو أوف اللي بتعتمدوه، يعني حسب كل عروس بدها ولا كيف؟ هلا بالنسبة لنا الأعمال بتنعمل حسب العرسان شو بيطلبوا منا، يعني بيطلبوا العروس تطلب فكرة معينة شايفتها بمطرح معين أو فكرة نحن بنخترع عليها خصوصي لإلها، وهيدي الأفكار أكيد بتجي نتيجة ممارسة شغل أكثر وأكثر وتعب أكيد أكثر، وهيدا الشيء كمان بيتطلب تمرين وتحضير منا، يعني إحنا خلال الشتوية بنكون عم نحضر للصيف. نعم. هلأ الموسم تغيرت معالم الكون، يعني بعد فيروس كوفيد 19 فصرنا عم نشتغل على نطاق أوسع بكتير، صرنا عم نشتغل كل يوم بيوم أو كل شهر بشهر أو كل أسبوع بأسبوع، لأنه بطل في موسم إنه العرسان بهمهم هلأ يقطعوا العرس ويعملوا عرس، فنحن هلا بهيدي الفترة بالتحديد نحن عم نشتغل على موضوع انه العرسان شو بدهم نقدر نأمنهم بنطاق معين، ما فينا نوسع كثير، بس بالنسبة للأفكار أكيد في أفكار كثير وفي رقصات، تقريبا كل أنواع الرقص
بالعالم بدون ما نكون عم نبالغ، بس فعليا هيك يعني ككوستيمات اوريدي موجوده عندنا قبل، وفي اشياء افكار عم نعملها هلا زياده كمان، كمان حسب الفكره حسب ستايل العرسان، ممكن يكون عريس مثلا مهندس او طبيب او اكس، ممكن نجمع له فكره من الاغاني اللي موجوده بالبلد ونعمل له الفكره باللباس حسب شخصيته مثلا. طب هلا كرمال كوفيد 19 شو هن الاجراءات المتخذه عندكم؟ اكيد نحن عم ناخذ الاحتياطات اللازمه مثل كل المطاعم والصالات اللي عم نشتغل فيها، اكيد كمامات، كل شيء معقمات عم نستعملها اكيد، خصوصي بالثياب لانه الثياب بتعرف ان احنا بنستعملها كل يوم، نحن بنختلط، عم نحاول كمان بالدانس بالرقصات ما نفوت نختلط جوا يعني بنص العرس، بتعرفي بيكون في عجله، في مسافه امان، في كمان التزامات من الصالات انه بعدد معين من المعازيم، كمان عم نرقص على الستيج بدون ما يكون في مسك ايادي كثير واحتكاك مع العالم كثير. طب هل عندكم مركز لتدريب الرقص اذا حدا بده يفوت على الزفه او عندكم اياها؟ اكيد نحن هلا السنه الماضيه افتتحنا دانس اكاديمي بمنطقه الشوف، واكيد رح نطورها اكثر، رح تصير ببيروت وبمناطق ثانيه، هيدا نسبه كمان للاوضاع اللي عم تصير هلا بالبلد، يعني ما فينا نقول نحن منتشرين وين ما كان وبذات الوقت ما نقدر نعمل شيء بخصوص هيدا الوضع يعني. بس بشكل عام نحن مركزنا الاساسي بشوف بيارق دانس اكاديمي، بنعلم من كل الاعمار من عمر 8 سنين ل انفينيتي، لا 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 ما في شخص يتمرن. فيك تعطينا رقم التلفون عبر الهواء او كيف بيتواصلوا معكم اذا حدا بده يشترك؟ بيتواصلوا معنا على ايميل البيارق وعلى كمان تليفون 0308-0350. اوكي، وهذا كمان اذا عروس بدها تتواصل معكم كرمال الزفه ولا كمان هيدا، هيدا الرقم هو معمم لكل الفرقه بكل التفاصيل، اي شيء بدهم خاصه بالفرقه، خاصه بالدانس، خاصه احيانا في ناس ما بدهم يكونوا عم يشتغلوا معنا بالفرقه بحبوا يتمرنوا، نعم، خصوصي لانهم برايفت كلاسز كمان ما عندنا مشكل قادرين نعلمهم رقص، هيدي من ناحيه الرقص، كمان في عندنا شيء خاصه بالميوزك كمان فينا نمرن اكيد ما في مشكل. نعم نزار، اي تجربه اضافت على خبرتك وعملك؟ هلا في تجارب متعدده، بتعرفي بصادف الانسان تجارب، عده تجربات يعني مهمه، من الاجمل كانت عندي بصراحه بمجال الفن هو تعرفي على الاستاذ صبحي سيف الدين وعلى نخابه الفنانين السينمائيين بلبنان، وكان شرف لنا التعرف على هيك ناس، واكيد عملنا كذا مهرجان معهم، مهرجانين على التوالي، يا ريت السنه بيكون فيه، بس انه ان شاء الله بالنسبه للاوضاع كان بركي بال21 بيزبط الوضع ان شاء الله يا رب. فكان تعرفنا على عده فنانين كثير مهمين، اكيد ضافوا على شغلنا وعلى معارفنا، وهذا شيء كثير كبير وبنكبر فيه نحن اكيد. نعم، شو بتخبرنا نزار، شو بتقول كلمة أخيرة للجمهور؟ اسمحي لي قبل الكلمة الأخيرة بس وجه تحية لشخص عن جد هو دعمني بكل شيء، وهو عم يضحي معي وعم يتعب، هو عم يدعمني معنويا بشكل فظيع، خطيبتي، خطبنا ما قلنا ألف مبروك أليسار، بتشكر عبر إذاعتكم على كل شيء عم تقوم فيه كرمالي. وكلمة أخيرة بنتمنى من العالم عن جد، هيدا الكوفيد هو كوفيد صعب ومنه لعبة، لازم العالم تنتبه تاخذ الاحتياطات اللازمة، ما يكون في هوس كثير كبير، وبذات الوقت يكون في اهتمام بالتفاصيل، اهتم بالكبار بالعمر، الأعمار الكبيرة، ما نروح نحن كثير عليهم لأنه بنسبب لهم أكيد مشاكل صحية كثير كبيرة، يمكن نحن نقطع منا غيرنا يقطع، بس هيدا الشيء كثير بهمنا، وبهمنا من العرسان كمان يعملوا عرسهم، منا مشكلة إذا عملوا عرسهم بكمان بضوابط معينة، نعم، ونحن بنقدر نقدم لهم الأفضل للعرسان أكيد، ومنحافظ على سلامتهم مثل ما منحافظ على سلامة العالم كلها، هذا الشيء بده التفاف وطني كتير كبير من كل النواحي، بده وعي على الصعيد كل العالم، مش بس نحن كفرقة ولا كعرسان ولا كمجتمع، كمجتمع الكبير يلي هو بالوطن كله بالعالم كله أكيد. نعم، إن شاء الله صوتك بيوصل والعالم بتسمع هذا الحكي الحلو. شكرا لك، شكرا لك، وبتشكرك لأنه لبيت الدعوة معنا، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. الله يحفظك، اسمحي لي كمان أشكر أستاذ نادر حشاش على تعبه معنا وعلى اهتمامه فينا، هذا الشيء بنكبر فيه وشرف كبير لنا. ثانك يو لكم، ثانك يو لك. ميرسي لك.
مستمعينا لهون بتكون خلصت حلقتنا عبر برنامج فرحة عمر. انطروني بحلقة جديدة ودمتم سالمين.